باسم مجلس النواب العراقي نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء العراقي سيد عادل عبد المهدي الذي أرسل رسالة هذا اليوم إلى مجلس النواب تحمل العدد 6/2/181 صادرة من مكتب رئيس الوزراء، ينقل بها رسالة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الشعب العراقي من خلال مجلس النواب. سيد رئيس مجلس الوزراء أهلا وسهلا، أنا بدأت برسالة جنابك ومضيت بالفقرة أولا نبذة عن تطور الأحداث، هل ترغب جنابك بإعادتها أم المضي من الفقرة ثانيا أو تبتدأ الحديث جنابك؟ تفضل السيد رئيس مجلس الوزراء. شكرا جزيلا، وأرجو من الإخوة والأخوات عدم المقاطعة لحين انتهاء الرسالة حتى ما نضيع معانيها، وأشكركم شكرا جزيلا على الاستضافة. سيدات سادة النواب حافظونا على النصاب 168. السيد رئيس مجلس النواب الموقر، النائبان المحترمان، الإخوة والأخوات، أعضاء المجلس المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزي نفسي وأعزيكم والشعب العراقي والعالم بالقوافل المتعاقبة من الشهداء التي يقدمها الوطن وأبناؤه، وآخرها ثلة الشهداء الذين سقطوا خلال الأيام القليلة الماضية بعد العدوان الآثم الذي تعرضوا له، فإنا لله وإنا إليه راجعون. سأحاول الاختصار لأوجز لمجلسكم الموقر الأحداث والتداعيات الأخيرة التي وصلنا إليها والموقف المطلوب اتخاذه. سأتناول في الجزء الأول تسلسلا سريعا للأحداث، وفي الثاني القاعدة القانونية لوجود القوات الأمريكية، وفي الجزء الثالث القرار المطلوب اتخاذه ومضاعفاته مع التوصيات والخاتمة. أولا نبذة عن تطور الأحداث. ليس سراً توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية وانعكاسات ذلك على الساحة العراقية. لا أتكلم قبل 2003، بل أتكلم فقط بعد 2003. رغم ذلك كانت هناك فترات أيد فيها الطرفان مواقف الحكومة العراقية، كما في فترة إقرار الدستور أو الانتخابات التشريعية أو دعم العملية السياسية وغير ذلك، بل قاتل الطرفان كل من موقعه ضد الإرهاب وداعش ودعما القوات المسلحة العراقية لتحقيق انتصار نهائي في 2017. في نيسان 2018 وخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ازدادت حدة التوتر بين الطرفين، وفي تشرين الثاني 2018 أي بعد 10 أيام تقريباً من تشكيل الحكومة العراقية الحالية، بدأت الحزمة الأولى من العقوبات على إيران. أعلنت هذه الحكومة إنها ليست جزءاً من منظومة العقوبات، كما إنها ليست جزءاً من أي منظومة معادية للولايات المتحدة أو غيرها من دول صديقة. كما أعلنت الحكومة أن الحشد الشعبي الذي ولد من رحم الحرب ضد داعش
وكانت بدايته الفتوى المرجعية المشهورة، والذي يتكون 100% من عناصر عراقية، هو جزء من المنظومة الأمنية العراقية. وصدرت الأوامر بالبدء بعملية تنظيمية واسعة، فمن يريد التحول إلى قوة سياسية عليه أن يتخلى عن السلاح، ومن يريد أن يندرج في إطار القوات المسلحة فعليه أن يتخلى عن ولاءاته لأي جهة حزبية وسياسية غير الالتزام بالمؤسسة العسكرية الرسمية والقائد العام للقوات المسلحة. لم نكن نفترض إن تطبيق الأمر سيتم فوراً من الجميع، ولكن الأغلبية الساحقة انصاعت للأمر، وبقينا نحاول مع المعترضين. وللتاريخ أقول أن الشهيد أبا مهدي المهندس لعب في مناسبات عديدة دوراً إيجابياً في السيطرة على بعضها وعدم ارتكابها انتهاكات لا يقبلها القانون. بعدما حصل الاتفاق النووي ازداد تشدد الولايات المتحدة مع إيران، وبدأت تطرح معنا ومع غيرنا سياسة إما معي أو ضدي ولا أمر آخر بينهما. ويقيناً إن هذا موقف يصعب على العراق تبنيه، وبرغم شرح موقفنا مراراً وتكراراً إلى المسؤولين الأمريكان على مدى شهور وبكل صراحة ووضوح وعلى أعلى المستويات، فلم يؤدي ذلك كله إلا إلى ازدياد الشكوكيات والظنيات. فنظرة الولايات المتحدة تجاه العراق أصبحت في أمور عديدة جزءاً من سياساتها تجاه إيران، وأخذت تتعامل بشكل متزايد مع ملفات العراق من وجهة نظر صراعها مع إيران، رغم أننا بدأنا بتعزيز علاقاتنا بجميع دول الجوار، ليس مع إيران فقط بل مع دول بعيدة عن إيران وصديقة للولايات المتحدة كالسعودية والأردن ومصر والكويت وتركيا والإمارات وقطر وغيرها من دول أيضاً. وبدأنا نشعر بتراجع الثقة بيننا وبين الطرف الأمريكي ما دمنا خارج منظومة العقوبات ضد إيران، ولا نوافقها على العديد من سياساتها داخل العراق أو خارجه، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي منح مجلسكم الموقر الثقة لهذه الحكومة بموجبه. ازدادت الشكوك ومحاولات التشكيك مع كل خبر عن سقوط صاروخ أو حصول عدوان على قاعدة عسكرية عراقية يتواجد فيها عناصر من قوات التحالف. رغم ذلك كان الأمن في البلاد في تحسن مستمر، وكذلك المعركة ضد داعش، ورفعت الحواجز وفتحت الخضراء، وأصبح مسؤولون وممثلون دبلوماسيون أمريكيون يرتادون الأماكن العامة والمطاعم بكل أمن وحرية، وحافظت الحكومة على التزاماتها كاملة. لكن مع ارتفاع حدة التوتر وحصول سلسلة تفجيرات في مستودعات للحشد في صيف 2019، نقل لنا الجانب الأمريكي أن بعضها قامت به إسرائيل، وازداد الشحن السياسي والأمني والنفسي أيضاً مع بدء التظاهرات في الأول من تشرين الأول 2019، وهي الأحداث
التي أدت إلى تقديم استقالة الحكومة في 29/11/2019. وجهت الحكومة الأمريكية عدة تحذيرات بأن تعرض قواتها للخطر سيؤدي إلى رد فعل مباشر على الفعل ومن يقف خلفه. وبعد حادث سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد وسقوط عدد من الجرحى العراقيين يوم 27/12/2019، ثم حادثة كي 1 في 27/12/2019 ووفاة متعاقد أمريكي وسقوط عدد من الجرحى العراقيين، نفذت الطائرات الأمريكية القادمة من خارج العراق يوم 29/12/2019 هجوماً على اللواءين 45 و 46 حشد في القائم، والذي كان من نتيجته سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. وقد رفضت الحكومة العراقية الاعتداء بعد إخبارها من قبل وزير الدفاع الأمريكي بالقرار الأحادي الأمريكي بدقائق قبل تنفيذ القصف، وحذرنا أن مثل هذه الأعمال ستكون لها ردود فعل عنيفة لا يمكن السيطرة عليها، وهو ما تم توضيحه في البيانات الرسمية التي شجبت جميع هذه الأعمال وبغض النظر عن الجهة التي قامت بها. وفي يوم الثلاثاء 31/12/2019 وخلال تشييع الشهداء في الجادرية، توجه عدد غير قليل من المشيعين إلى المنطقة الخضراء عبر بوابة الجسر المعلق، وكان هدفهم المعلن أداء صلاة الجنازة على الشهداء المتواجد جنائزهم في مقر هيئة الحشد في الخضراء، فيما توجه بعضهم إلى السفارة الأمريكية. لم تعطي الحكومة أو الجهات الأمنية أي موافقات بالدخول إلى المنطقة الخضراء، ورفضت ببيان رسمي هذا العمل فوراً، وطلبت من المتظاهرين مغادرة المكان. وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء تم استدعاء 6 أفواج عسكرية، بما في ذلك فوجين من قوات مكافحة الإرهاب. قام المتظاهرون مرات عديدة بحرق الإطارات أو حاولوا العبور إلى حرم السفارة، ورموا الحجارة والنيران على الأسوار والمكاتب الخارجية، وحاولوا كسر زجاجها، لكن القوات الأمنية منعتهم في كل مرة، بل قامت الحكومة بإرسال وزير الداخلية مع قادة آخرين ليشرفوا ميدانياً على عملية حماية السفارة منعاً من اقتحامها. ووقف عند إحدى بواباتها وزير الداخلية العراقي. رفضت الحكومة إعطاء غطاء حكومي للتظاهرات، لذلك قام السيد رئيس هيئة الحشد الأستاذ فالح الفياض ظهر الأربعاء بالتهديد بالاستقالة إن لم ينسحب المتظاهرون، وقد أيده الأستاذ هادي العامري وعدد غير قليل من المسؤولين. وقام رئيس مجلس الوزراء بالتهديد بترك المنصب أيضاً، وهو ما دفع المسؤولين عن التظاهرات إلى الانسحاب من أمام السفارة خلال ساعات قليلة وانتهاء الأزمة. وللتاريخ أيضاً، لعب الشهيد أبو مهدي المهندس دوراً محورياً في إقناع المتظاهرين بالانسحاب بعد أن جلبوا خيامهم وعددهم، وبدأت أعدادهم بالازدياد، وكانوا ينوون الاعتصام أمام السفارة اعتصاماً مفتوحاً حتى تحقيق مطالبهم. تلقى رئيس مجلس الوزراء مكالمات من أعلى الجهات الرسمية الأمريكية تشكر موقف الحكومة العراقية، وقد توج ذلك
بمكالمة بناءة من الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب يدعو العراق للعب دور وسيط للتهدئة مع إيران، باعتبار أن الطرفين يصرحان بأنهما لا يريدان الحرب. بالمقابل أخذت الطائرات السمتية الأمريكية والمسيرة تجوب أجواء بغداد دون إذن من الحكومة العراقية، وبدأت الحكومة تتلقى طلبات باستخدام المزيد من الجنود الأمريكان لحماية القواعد والسفارة الأمريكية، وبدخول مناطق الحظر الجوي وتزويد الجانب الأمريكي بالترددات والإشارات الرادارية، وهو الأمر الذي رفضت الحكومة العراقية إعطاء موافقات عليه. وكررت للقادة العسكريين والسياسيين الأمريكيين إن العراق لن يوافق إلا على الأسس التي جاءت من أجلها القوات وعلى الأعمال المشتركة، ولا يقبل بأي قرار أو عمل أحادي. في مساء يوم الخميس 2/2/2020، وقبل ضربة المطار الأخيرة، ومع تراكم هذه الأحداث، اتصلت بنائب رئيس مجلس النواب الأستاذ حسن الكعبي بسبب سفر السيد رئيس المجلس للتباحث حول عقد اجتماع استثنائي لمجلس النواب الموقر. لكن في فجر يوم الجمعة 3/1/2019 قامت الطائرات الأمريكية المسيرة بقصف جوي استهدف الشهيدين أبي مهدي المهندس والجنرال سليماني وشهداء آخرين من العراقيين والإيرانيين، مما أضاف تعقيدات جديدة على المشهد وجعل عقد هذا الاجتماع ضرورة لا مفر منها. وللتاريخ أذكر أيضاً بأنني كنت على موعد مع الشهيد سليماني في 8:30 من صباح استشهاده، وكان من المقرر أن يحمل لي رسالة من الجانب الإيراني رداً على الرسالة السعودية التي أوصلناها للجانب الإيراني للوصول إلى اتفاقات وانفراجات مهمة في الأوضاع في العراق والمنطقة. ثانياً، الأساس القانوني لوجود القوات، إن وجود القوات الأمريكية في العراق وبالتالي قوات التحالف يعود أساسه إلى رسالتين من الخارجية العراقية إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة، حددت مهمة القوات بمحاربة داعش وتدريب القوات العراقية وتقديم المساعدات التكنولوجية وتنشيف منابع الإرهاب داخل وخارج العراق، ولم يحدد أي مهام أخرى ولا أساس قانوني آخر بعد أن اتفق العراق والولايات المتحدة على جدولة انسحاب القوات التي دخلت العراق في فترة سابقة، والذي أنجز أي الانسحاب في كانون الأول 2011. أولاً، رسالة وزير الخارجية الأسبق السيد هوشيار زيباري في 25 حزيران 2014، الموجهة إلى الأمين العام والتي قدمها الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة، والتي تم فيها شرح الظروف الصعبة التي يمر به العراق بسبب عمليات داعش الإرهابية، وطالب العراق المساعدة، نص من المذكرة، على هزيمة داعش وحماية أراضينا وشعبنا، وبشكل خاص نطالب الدول الأعضاء لتقديم المساعدة في التدريب العسكري والتكنولوجيا المتطورة والأسلحة الضرورية ووفق ما تطلبه الحالة لحرمان الإرهابيين من الاستفادة من قواعد الانطلاق والملاذات الآمنة. وتابعت الرسالة إنه نص: في هذه اللحظة الحرجة فإننا نواجه تهديداً خطيراً من المنظمات الإرهابية الدولية
ولذا نطلب مساعدة عاجلة من الأسرة الدولية، ونطلب تقديم هذه المساعدة وفقاً للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والاحترام الكامل للسيادة الوطنية والدستور العراقي، والتي وافقت عليها الحكومة العراقية من خلال مؤسساتها الدستورية، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن 1770 في 2007 الذي منح العراق حق الطلب من الأمم المتحدة وضمن ما تراه مناسباً له ولمصالحه وسيادته، وبما لا ينتقص أو يقوض من هذه السيادة. ثانياً، رسالة وزير الخارجية السابق الدكتور إبراهيم الجعفري في 20 أيلول 2014 المكملة للرسالة السابقة، والتي حملها الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة إلى رئيسة مجلس الأمن، والتي نصت من جملة ما نصت عليه الآتي: نص اعترف المجتمع الدولي في مؤتمر باريس في 15 أيلول 2014 بأن داعش يشكل تهديداً للعراق، ونحن نرحب بالتزام 26 دولة بدعم حكومة العراق الجديدة في حربها ضد داعش بكافة الوسائل الضرورية، بما في ذلك المساعدة العسكرية المناسبة بتأمين الغطاء الجوي وبالتنسيق مع القوات المسلحة العراقية ووفقاً للقانون الدولي، ودون التعرض لأمن المدنيين وتحاشياً لضرب المناطق الآهلة بالسكان، ومراعاةً للسيادة العراقية. يتابع النص أن العراق يثمن الدعم العسكري الذي يتلقاه، بما في ذلك الدعم العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية، استجاباً لطلبات العراق المحددة، والتي لدينا معها اتفاقية الإطار الاستراتيجية، مما يمكن مثل هذا الدعم من تحقيق تقدم كبير في حربنا ضد داعش. إن العراق وإن كان بحاجة إلى مساعدة الأشقاء والأصدقاء في محاربة ما يواجهه من الإرهاب الأسود، إلا أن الحفاظ على سيادته واستقلال واستقلالية قراره يحظى بأهمية بالغة، فلا بد من رعاية ذلك في كل الأحوال. لهذه الأسباب، وتوافقاً مع القانون الدولي ثامر الحمداني تعالى، ووفقاً للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والاحترام الكامل للسيادة الوطنية والدستور، طلبنا من الولايات المتحدة الأمريكية قيادة جهود دولية مع موافقتنا المحددة لضرب مواقع داعش وحواضنها العسكرية، والتي من شأنها إنهاء التهديدات المستمرة للعراق وحماية المواطنين العراقيين، وفي نهاية المطاف تمكين القوات العراقية وتسليحها لتأدية مهمتها في استعادة السيطرة على الحدود العراقية. ثالثاً، القرار المطلوب اتخاذه ومضاعفاته. كان بالإمكان حسب شرح السيد وزير الخارجية العراقي والقانونيين في جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني المنعقدة بتاريخ 3/1/2020، أن يتخذ المجلس المذكور القرار الذي تراه العراق الحكومة العراقية محققاً لمصالح العراق دون الرجوع إلى مجلس النواب الموقر. ولقد أجمع أعضاء المجلس في الاجتماع المذكور أنه من مصلحة العراق والولايات المتحدة في ظل هذه الظروف إنهاء هذا التواجد بعد التطورات الأخيرة، والسعي لإبقاء علاقات صداقة بين الطرفين، ومنعه من أن يكون ساحة لصراع أو حرب سعى لإبعاد نفسه عنها. فالأساس القانوني لتواجد القوات الأجنبية أسسته الرسالتان المشار إليهما آنفاً،
والصادرة من الحكومة العراقية، واللتان وقع عليهما وزيرا الخارجية ولم تصدر بقرار من مجلس النواب. لكن واقع الحكومة الحالية والأوضاع في البلاد، ولأن هذا موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لنا يدور في العراق والمنطقة، والتداعيات المرتقبة بعد استشهاد قائدين كبيرين كالمهندس وسليماني، ولأن الحكومة حريصة على بلورة وتبني موقف وطني واضح ومستدام يستند إلى قاعدة عريضة حيال هذا الملف الاستراتيجي الخطير، لذلك نعرض على مجلسكم الموقر التفكير جدياً ودراسة الخيارات وتبعات كل منها قبل اتخاذ القرار الذي يحمي مصلحة البلاد ويحمي سيادتها ويمنع انتهاك أمنها والتدخل في شؤونها ومن أي طرف، أو يقود لتعريض مواطنيها أو أي مواطن أجنبي يعيش على أرضها للخطر والتهديد أو ما يهدد نسيجنا الوطني أو علاقاتنا الخارجية أو أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمصالح الوطنية والأجنبية العاملة في العراق. لذلك إننا أمام خيارين رئيسيين: واحد، إنهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك. اثنين، العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة أمام مجلس النواب الموقر قبل مجيء هذه الحكومة، ينص نص إن شروط تواجد أي قوات أجنبية في العراق تنحصر بدورها بتدريب القوات الأمنية العراقية ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية، سواء في حركة هذه القوات أو استخدام الأجواء العراقية، ولا يجوز تواجد قوات أجنبية تتولى مهام قتالية على الأرض العراقية، وحيث إنه قد مضى أكثر من سنتين على إنهاء دولة الخرافة الداعشية، فإن على الحكومة العراقية أن تضع جدولاً زمنياً ملزماً بتخفيض أعداد هذه القوات باتجاه إنهاء وجودها بالكامل على الأرض العراقية وبما يحقق المصلحة العراقية والسيادة الوطنية. ويقيناً سيضع مجلس النواب عبر الكتل والنواب مقترحات لنصوص تشريعية تحقق الخيار الصحيح، ولكن قبل أن يقرر المجلس الموقر خياره أضع أمامكم الحقائق الآتية: واحد، ازداد التعارض بين أولويات العراق والولايات المتحدة الأمريكية مما زعزع الثقة بين الطرفين، تغذيها نيران اعتراضات مختلفة من قبل الولايات المتحدة على الحشد الشعبي أو على علاقات العراق بواحد من أكبر جيرانه، والضغوط المتزايدة في نظام العقوبات والتجاوز المتكرر في ممارسات تتعلق بالسيادة العراقية واتخاذ قرارات انفرادية تجريمية على شخصيات عراقية، بل وشن عمليات عدوانية قاتلة على معسكرات رسمية وشخصيات رسمية عراقية وأجنبية، وإعطاء الأولوية لحماية القوات الأجنبية من العراقيين، والتي من المفترض أنها جاءت لحماية العراقيين إلى آخره. ومع هذا التعارض سيصعب اللجوء إلى الخيار الثاني، فإذا كانت الحجة هي أن المعسكرات تهاجم من عناصر غير منضبطة، فهذا واجب القوات العراقية وليس واجب أي طرف أجنبي أن يتصرف بمفرده. فما حصل يوم الجمعة من اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس والفريق سليماني ورفاقهم العراقيين والإيرانيين هو اغتيال سياسي عليه جدل قانوني واسع اليوم
حتى في الولايات المتحدة ذاتها، فكيف يمكن للعراق أن يقبل به ويعتبره عملاً يخدم العراق؟ بل أؤكد إننا كنا نمتلك قبل الاغتيال أدوات ضغط وضبط في العديد من الحالات، وإننا فقدنا جزءاً مهماً منها الآن. ثانياً، إن الذهاب إلى الخيار الأول حتى مع احتمال مضاعفات آنية هو الخيار الأصح. في النهاية، عملياً وعقلياً ومصلحة وحكمة وسيادة، ولمنع الانحراف عن مقاتلة الإرهاب وداعش، كما إنه الخيار العملي الوحيد الممكن لحماية جميع المتواجدين على الأرض العراقية، إذ سيصعب على القوات الأجنبية حماية نفسها من ضربات تأتي من داخل العراق أو خارجه، وسيصعب على القوات العراقية القيام بحمايتها بعد الذي حصل مؤخراً وتغلب لغة التفرد بقرارات الرد وعدم اللجوء للحلول السلمية والسياسية. رغم ذلك، على مجلس النواب الموقر أن يضع بالحسبان وأن نوضح جميعاً للشعب العراقي بأنه إن سارت العملية تصادمياً ورآها البعض بشكل عدائي وليس تصويبي وتصحيحي، فقد تكون هناك كلفاً سياسية واقتصادية ونقدية وأمنية وفي العلاقات الدولية، ليس فقط مع الولايات المتحدة بل مع الكثير من دول التحالف الدولي. فالسنوات الماضية راكمت الكثير من الترتيبات التي باتت جزءاً من الكثير من المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية العراقية، وهو ما يتطلب أعلى درجات الوحدة الوطنية وإدارة السياسة ترعى مصلحة العراق قائمة على الصداقة، خصوصاً مع الدول التي وقفت معنا ضد داعش، وعلى حسن الجوار ومراعاة المواثيق الدولية ومنع التدخل في شؤوننا أو أن نتدخل في شؤون أحد، وحماية سيادتنا واستقلالنا ومصالحنا العليا، وتغيير القوى السياسية للكثير من السلوكيات الأمنية والإدارية والاقتصادية والسياسية، واستبدال منطق اللا دولة لمنطق الدولة، ومنطق طلب كل شيء دون تحمل مسؤوليات أي شيء، ومنطق الكسل والاتكال على الموارد النفطية، واستبدال ذلك بمناهج تنمي الناتج الوطني الإجمالي وتحارب البطالة، ليس عبر التعيينات فقط بل أساساً عبر تنشيط القطاعات الحقيقية وتوفير الحقوق الحقيقية وليس الأمور الترقيعية والمفسدة. رابعاً، كخاتمة وتوصيات، التوصية التي أوصي بها كرئيس مجلس الوزراء وكقائد عام للقوات المسلحة هو الذهاب إلى الخيار الأول، فرغم بعض الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد نواجهها، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئياً وعملياً، بل هو أفضل لإعادة تنظيم علاقات صحيحة وصحية مع الولايات المتحدة وبقية الدول، تؤسس لصداقة أصولية متينة على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتعزيز المصالح المشتركة. فالعراق عاش بدون قوات أجنبية للفترة من 2011 و2014، ولم تتدهور علاقاته لا بالولايات المتحدة ولا بأي طرف آخر، رغم أن الظروف الحالية في الصراع ضد داعش هي أفضل مما كانت عليه يومها، وعلى مجلس النواب اتخاذ ما يراه من قرار مناسب. ختاماً، أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على مجلسكم الموقر حسم ملف تشكيل الحكومة القادمة التي تجاوز مدته الدستورية، وإنهاء حالة تصريف الأمور اليومية، خصوصاً في مثل هذه الظروف الخطيرة التي تتطلب صلاحيات كاملة واستقراراً في سياسات السلطة التنفيذية، برغم تقديري لصعوبة التحديات
التي يواجهها مجلسكم الموقر، وهو الأمر الذي كنت قد حذرت منه قبل تقديم الاستقالة حين أعلنت برسائل وخطابات عدة استعداد الحكومة لتقديم استقالتها شريطة تقديم البديل تجنباً للوقوع بهذا الفراغ الذي نعاني تبعاته الآن. عاش العراق، عاش الشعب العراقي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.